أبنائي بناتي طلبة وطالبات الثانوية العامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام أنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى البشرية جمعاء باليمن والخير والبركات. في فيديو اليوم إن شاء الله نتناول كيفية تجهيز الكتاب المدرسي ليصبح خير معين لنا في الامتحان، إن شاء الله ندون فيه ما نشاء من معلومات حسب تعليمات الوزارة. الكتاب المدرسي هام جدا، البعض يرى أن الكتاب المدرسي ليس ذا قيمة، لا، أنا أرى أن الكتاب المدرسي مصدر كل المعلومات اللي أنتم بتشوفوها في الكتب الخارجية المختلفة، مصدر أساسي لهذه المعلومات. الآن أصبح متاح لأي طالب أنه يدون ما يشاء في الكتاب المدرسي ليكون له خير معين إن شاء الله في الامتحان. ونبدأ باستعراض صفحات الكتاب المختلفة وإيه اللي ممكن نكتبه في الهوامش بتاعة الكتاب. أول صفحة مباشرة بعد الغلاف، وفي الفهرس بنجد يعني سريعا كده رقم الوحدة وعنوان الوحدة والصفحة اللي بتبدأ بها الوحدة. ده هيفيدنا في إيه؟ ده هيفيدنا إن شاء الله يا شباب كده في الوصول السريع إلى الوحدة. طب ده هيفيد في إيه برضه؟ يعني إحنا عارفين طبعا أسئلة التشويس اللي هي الإم سي كيوز، المالتيبل تشويس كويستشنز، الأسئلة الاختيارية كلها بتبقى إما سؤال على الفوكابيولوري أو سؤال على الجرامر، وبالتالي هيبقى سهل الوصول للموضوع اللي منه هذا السؤال. يعني مثلا لو في مفردة أنا فاكر كويس خالص إن أنا مذاكرها وحافظها من الوحدة الأولى اللي هي عنوانها Writers and Stories، هيبقى سهل عليا إن أنا أفتح الوحدة الأولى وأشوف نص القراءة اللي موجود في الكتاب، ومن خلال السياق، على فكرة ممكن الجملة بتيجي تماما كما وردت في النص بتاع القراءة، بالتالي ده هيبقى يعني شيء مفيد خالص بالنسبة لي. يمكن الوصول للوحدة عن طريق رقم الصفحة. لو أنا فاكر مثلا نقطة في الجرامر كده بتتكلم عن أي موضوع أنا درسته، وأنا فاكر كويس خالص إنها كانت في يونت 6 اللي عنوانها مثلا Reach for the Stars. على فكرة Reach for the Stars كانت محل سؤال في سنة من السنوات اختبر الطالب في البروبوزيشن في حرف الجر فور، يعني ريتش، واداله مجموعة حروف جر وكان الاختيار الصحيح فيها فور، وبالتالي حتى عنوان الوحدة ممكن انك تختبر فيه. الوحدات مجموعهم 16 وحدة بعد حذف وحدتين، يعني اصبح عندي 16 وحدة. اللي عنده نسخة قديمة زي النسخة اللي بستعرض منها، كان في حذف للوحدة الثالثة وحذف للوحدة 13، وبالتالي عندي مجموع الوحدات 16 وحدة بدل 18 وحدة. ده عن الصفحة الأولى. بكرر تاني، فايدتها إن هي بتمكنني من الوصول السريع إلى الوحدة واستعراض نص القراءة اللي وردت فيه المفردة أو استعراض الجزء اللي بيشرح القواعد في الوحدة. أتمنى يعني حتى تعم الفائدة إن شاء الله نشر الفيديو على أوسع نطاق بين زملائكم وزميلاتكم حتى تعم الفائدة إن شاء الله في جروبات الواتساب والفيسبوك والتليجرام وغيره. دي كانت الصفحة الأولى إلى صفحة الفهرس. بننتقل لصفحة في غاية الأهمية، لا تقل أهمية عن الصفحة الأولى في الواقع. الصفحة دي بتبين يعني عناوين الموضوعات، موضوعات القراءة، وكذلك أهم نقطتين في هذه الصفحة، وكذلك المسمى بتاع القواعد، يعني موضوع القواعد ايه اللي في الوحده. نستعرض كده سريعا الصفحه الهامه جدا دي، وليكن في يونت 1 مثلا عنوانها Writers and Stories. موضوع الجرامر كان فيها يا شباب عن ثلاث ازمنه مختلفه في الماضي اللي هم Past Simple و Past Continuous وكذلك Past Perfect، ثلاث ازمنه مختلفه في الماضي. طيب السؤال اللي هو في الامتحان ان شاء الله كده سؤال مثلا في الباست بيرفكت. طب انا عايز افتكر ايه الباست بيرفكت ده وايه الكلمات اللي دل عليه والمستخدمه في الماضي التام. بفتح يونت 1 من خلال صفحه الفهرس، معروفه طبعا الوحده الاولى في اول الكتاب، واشوف الجزء الخاص بالجرامر يعني اطلع عليه كويس بالاضافه للملحوظات اللي انا دونتها في الصفحه
ده هيكون شيء مسعف بالنسبة لي وهيساعدني على حل السؤال بطريقة صحيحة. يبقى الخانة الأولى تناولت عنوان الوحدة، الخانة الثانية بتتناول موضوع القواعد اللي في الوحدة، الخانة الثالثة دي خاصة بالليسنينج، جزئية الاستماع، بس دي مش متوفرة في الكتاب للأسف لأنها موجودة في كتاب التيتشرز جايد الخاص، مرشد المعلم طبعا خاص بالمعلم. لكن بتفيدني كمان الصفحة دي في خانة رابعة اسمها ريدينج، درس القراءة بيتكلم عن ايه. نستعرض سويا كده يونت 1 مثلا، موضوع القراءة كان فيها بيتكلم عن ذا رايتر يحيى حقي. ممكن الجملة تجيني بالنص عن يحيى حقي، يبقى اعرف ان هي في الوحدة الأولى، فاطلع على نص القراءة سريعا سريعا واجمع المفردة اللي ولدت في النص. اليونت 2 مثلا بتتناول قصة عبد التواب يوسف اللي هي ماي فادر ان ايجيبشن تيتشر. سريعا كده في يونت 4 بعد حذف الوحدة الثالثة اللي هي اصبحت يونت 3 اللي عنوانها ويمن ان هيستوري، تمام؟ موضوع الجرامر فيها ريلاتيف كلوز. يا ريت كده يعني ندون عناوين الوحدات. انا هبدا تاني من الاول اهو، عنوان الوحده الاولى في الجرامر كان عن الماضي البسيط. سريعا معايا يا ريت فاتح كتابك وبتسجل معايا باللغه العربيه كده عناوين دروس القواعد عن الماضي البسيط والماضي المستمر والماضي التام. في يونت 2 الحديث كان عن بريزنت بيرفكت، عن المضارع التام تحديدا، ودرس القراءه فيها كان عن My father an Egyptian teacher، والدي أو أبي معلم مصري. في يونت 4 بعد حذف الوحدة الثالثة اللي هي أصبحت يونت 3 كان عنوانها Women in History، نساء في التاريخ، وكان عنوان درس القواعد فيها Relative Clause وهي ضمائر أو جمل الوصل، جمل موصولة، وكان الحديث فيها في موضوع القراءة يا شباب عن two texts about famous women، نصين عن نساء مشهورات في العالم وفي مصر. في يونت 4 اللي عنوانها ايميلي ديكنسون الشاعرة المعروفة وقصيدتها المشهورة If I Can Stop، والقصيدة طبعا هي موضوع القراءة، لكن الجرامر فيها بيتكلم عن موضوع في غاية الأهمية اللي هو distributives المحددات، الحديث عن all وعن both وعن have و each و every و either و neither. وعلى فكرة أنا يعني لخصت لكم الوحدة الرابعة في جدول كده هنطلع عليه إن شاء الله لنوصل للوحدة الرابعة في غاية الأهمية، يريد نذاكره كويس وندونه كما هو إن شاء الله في الكتاب في الفترة القادمة. عنوان الوحدة الخامسة يونت 5 اللي عنوانها ورك لايف بالانس، توازن، يا ريت معايا سجل عناوين التوازن بين الحياه والعمل، وموضوع الجرامر فيها كان عن سو ساتش ذات وانف وتو تو وهكذا. اما موضوع القراءه فيها بيتكلم عن تكست اباوت بالانسينج ورك اند هوم لايف، عن التوازن ما بين الحياه والحياه في البيت والحياه في العمل. في يونت 6 اللي عنوانها ريتش فور ذا ستارز، الوصول إلى النجوم أو تحقيق المستحيل، كان فيها موضوع القواعد. سريعا كده سجل معايا passive forms، بتكلم عن صيغ المبني المجهول المختلفة في present و future and infinitive في المضارع وفي المستقبل وكذلك في صيغة المصدر. أما موضوع القراءة فيها بتكلم عن space holidays، رحلات الفضاء. يريد معايا سريعا في unit 7، يونت 7 اللي بتكلم عن سبيس اوديسي ملحمة الفضاء، كان الحديث فيها عن استكمال درس المبني المجهول باست باسيف، المبني المجهول في الماضي، وكذلك بريزنت بيرفكت باسيف والمبني المجهول في المضارع التام، وكان درس القراءة فيها بيتكلم عن ملحمة الفضاء كما ذكرت. في يونت 8 سريعا معايا اللي عنوانها ساينس اند ساينتستس، العلم والعلماء، وموضوع الجرامر مهم جدا فيها، كان بيتكلم عن كازاتيف باستخدام هاف او جيت وهنشوفه بالتفصيل، لكن القراءة فيها كان بيتكلم عن ديسكريبشن اوف ان اكسبيرمنت، وصف لتجربة. في يونت 9 يا شباب مش عايز اطول عليكم لان في معلومات كتيرة انا مدونها في النسخة بتاعتي عايز حضراتكم تطلعوا عليها. يونت 9 اللي عنوانها فايندينج ورك، ايجاد فرصة عمل، الكلام فيها كان عن ريبورتد ستيتمنتس، الجمل الخبرية في الكلام الغير مباشر،
وكانت بتشرح كيفية عمل سي في، ازاي اعمل سيرة ذاتية. يونت 10 سريعا اللي عنوانها سير سيسيل سبرينج رايس، ده الشاعر المشهور وقصيدته دايم، وبتتكلم عن ريبورتد كويستشنز، الأسئلة في الكلام الغير مباشر، ودرس القراءة فيها كان بيتكلم عن قصيدته داي اللي بيتكلم عن الطقس لو انتوا فاكرين. في يونت 11 اللي عنوانها لايف لونج سكيلز، مهارات مدى الحياة، الحديث فيها عن سجستشنز، الاقتراحات مبنية في الكلام غير مباشر، ام سوري، وكذلك ادفايس، النصيحة في الكلام الغير مباشر، ودرس القراءة فيها بيتكلم عن لايف لونج ليرنينج، التعلم مدى الحياة. في يونت 12 اللي عنوانها رينكل اند تايم، تجعيدة في الزمن، اسم الرواية المشهورة، والموضوع فيها بيتكلم عن مودال فيربس، الأفعال الناقصة، كذلك عن necessity، ماشي معايا، الضرورة، option، المنع والحظر والتحريم، وكذلك lack of necessity، عدم الضرورة، وموضوع القراءة طبعا عن الرواية المشهورة اللي هي رينكل اند تايم. في يونت 13 اللي عنوانها building and engineering، البناء والهندسة، بتستكمل الحديث عن المودال فيربس، الأفعال الناقصة، بس الحديث هنا عن الديدكشن، الاستنتاج، وكذلك ادفايس، النصيحة، وعن ريجريت، الندم، ودرس القراءة فيها عن great works of engineering، أعمال عظيمة في الهندسة. في يونت 14 سريعا بتكلم عن importance of trees، أهمية الأشجار، وفيها الحديث عن conditional forms، صيغ الجمل الشرطية، وموضوع القراءة فيها عن the importance of trees، أهمية الأشجار. في يونت 15 فيها رواية شتيم بيك الشهيرة اللي هي ذا بير، اللؤلؤة، وبتتكلم عن الجمل اللي بتستخدم في التمني والندم باستخدام الفعل wish، وكذلك if only، يا ليت، وفيها ملخص لرواية ذا بير اللؤلؤة. آخر واحدة معانا يونت 16 عنوانها the power of nature، ومعناها كده قوة الطبيعة، ودي كان بيتكلم عن alternatives of using F، بدائل F الشرطية، وكان موضوع القراءة فيها عن unusual weather، الطقس غير المعتاد. ده استعراض لكل محتوى المنهج بتاعنا بكل موضوعات القراءة وموضوعات القواعد. نبدأ بالوحدة الأولى ونستعرض سويا أنا إزاي يعني عديت الكتاب بتاعي ليكون open book في الامتحان. Writers and Stories، ده عنوان الوحدة، ضروري وأنا بطالع الكتاب يكون معايا كده قلم أسجل بيه معاني الكلمات. عندي مثلا افريج من الكلمات المهمة معايا في الوحدة بمعنى معدل، يا ريت نكتب مع بعض يلا. عندي confused بمعنى مرتبك، وعندي insist الفعل بمعنى يصر، وهنشرح insist بالتفصيل في كل حالاته. عندي midday بمعنى منتصف النهار. عندي poetry الشعر، وكذلك old fashioned دي صفة بمعنى عتيق، وعنده روتين بمعنى طريقة حياة يومية. ضروري نسجل معاني الكلمات الموجودة في نص القراءة. عندي كمان في الصفحة دي مجموعة كلمات، منها مثلا secretary بمعنى سكرتيرة، كذلك publisher بمعنى ناشر، وعندي attachment بمعنى مرفق. يا ريت كده لو معاك هايلايتر، قلم تحديد كده لونه أصفر أو أي لون، نحط كده تحديد للكلمات البارزة لكل واحدة، لأن هي الكلمات دي بيجي منها الأسئلة في الامتحان إن شاء الله، أسئلة تشويس. ندخل كده على الصفحة اللي بعدها، الحديث عن الماضي التام يا شباب، يا ريت يعني القلم بتاعك معايا كده وسجل إيه هو الماضي التام. أولا الحديث عن الماضي البسيط past simple، وكذلك past continuous و past perfect. أول حاجة هنا في استخدام الماضي البسيط يا شباب، سريعا بقول الكلام ده مهم خالص، we use the past simple to refer to actions which started and finished in the past often with a time or date. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لي الماضي البسيط ده عبارة عن حدث بدأ وانتهى في الماضي غالبا مع وجود كلمة دالة على هذا الزمن، ومديني أمثلة. طيب كمان بيعبر الماضي البسيط عن حدث تلاه حدث آخر. We can also use the past simple to refer to one event followed by another in the past. حدث تلا حدث آخر في الماضي، مديني أمثلة. بالحديث بعد كده عن ال past continuous، الماضي المستمر، ده عبارة عن حدث وقع في وقت معين في الماضي. We use the past continuous to talk about an action that happened at a particular time، في وقت معين في الماضي. كذلك يعبر الماضي المستمر يا شباب عن حدث استمر فترة في الماضي. An action
قال لي هنا that continued in the past. كمان يعبر عن حدث قطعه حدث آخر في الماضي. We often use the past continuous to talk about an action that was interrupted by an event in the past. كلام مهم. يعني لو جتني جملة كده وفيها حدثين واحد فيهم قطع الآخر، الحدث الأطول هو اللي هيبقى ماضي مستمر والحدث الآخر هيكون ماضي بسيط. لكن هنا في ملحوظة بيقول لي لا تستخدم غالبا، لا يستخدم الماضي المستمر مع أفعال الحالة والحواس. أهو we don't usually use the past continuous with verbs that describe states or senses. لا الحواس ولا أفعال الحالة يمكن استخدامها في الماضي المستمر كالفعل سيب مثلا، كذلك لا يمكن استخدامه مع verb to be كفعل أساسي في الجملة. يعني هنا while I was at home ما ينفعش أقول while I was being at home. ننتقل بعد كده إلى الماضي التام past perfect. أهو أنا حاطط علامة بالهايلايتر على اسم الزمن وهو الماضي التام عشان أعرف إيه هو الماضي التام، وأفتكر أن الماضي التام ده يعبر عن حدثين وقع في الماضي أحدهما سبق الآخر. يعني بيقول لي use the past perfect to talk about the earlier of two actions in the past, the later action is in the past simple. بيقول لي حدث منهم ماضي تام اللي هو الأقدم، وحدث آخر في الماضي البسيط هو الحدث الأحدث. ومديني مجموعة من الأمثلة في الماضي التام، لكن نركز على الشواذ في الوحدة. إيه الكلمات اللي ممكن ألاقيها في سؤال مثلا كده غريب شوية عليا؟ ألاقي مثلا كلمة زي having من الكلمات الدالة على الماضي التام، دي بعدها past participle تصريف فاعل بتكون غالبا أول الجملة. نخلي بالنا من ثلاث روابط مهمين يا شباب. رابط اسمه no sooner، لم يكد أن حتى، بس ده بيجي بعديه صيغة استفهام. يعني أي رابط منفي زي ما هنشوف دلوقتي كمان بالتفصيل بيأتي في بداية الجملة بجيب بعديه صيغة استفهامية، يعني had يليها الفاعل ثم التصريف الثالث. طيب عندي no sooner had والفاعل والتصريف الثالث ثم than ثم الماضي البسيط. طب في كمان من الكلمات المستخدمة it wasn't until، it wasn't until يلا نكتبها، وحاجة اسمها it was yes it wasn't until، وحاجة اسمها it was only when، it was only when و it wasn't until. بعدين هما الاثنين رابط اسمه that. It wasn't until و it was only when بعدين ماضي تام ثم that ثم جملة في الماضي البسيط. قاعدة من القواعد المهمة خالص في الماضي التام. طب عندي كمان حاجة اسمها hardly and scarcely. hardly and scarcely معناهم بالكاد عندما، دول بياخدوا رابط اسمه when. نخلي بالنا يبقى في ثلاث روابط مهمة خالص معايا في الماضي التام، هم الرابط than مع no sooner، و no sooner لو في أول الجملة بتاخد بعدها صيغة استفهامية. معايا it was only when و it wasn't until معاهم that، ومعايا كمان hardly و scarcely معاهم when هما الاثنين. الوحدة بتحتوي على مفردات هامة، من ضمن المفردات دي retire و resign. سريعا كده retire معروف انه هو يعني يتقاعد او يعتزل عند سن 60، لكن resign يستقيل في اي سن. diplomat و politician معروف diplomat ده الشخص بيعمل في دبلوماسية، الشخص دبلوماسي، لكن politician ده بيعمل في السياسة كعضو مجلس الشعب مثلا. experience و experiences يا شباب سريعا، experience تفيد خبرة، خبرة العمل وهي لا تعد uncountable، لكن experiences المقصود بها خبرات الحياة وهي countable. كذلك expert، expert اللي ممكن تنفع عنها اسم وتنفع كمان صفة بتستخدم بعدها اسم آخر. experienced أيضا تعتبر past participle تصريف ثالث يعمل عمل الصفة. الوحدة بتتكلم كمان عن الفرق ما بين make و do. ازاي افرق بشكل اساسي بين make و do؟ make قالوا يستخدم في الانتاج وفي البناء وفي الاصدار، اما do تستخدم للتعبير عن اداء مهمة معينة. والوحدة مليانة بالكلمات الاسماء اللي بيجي معاها make واللي بتاخد كمان do. من ضمن الافعال والكلمات المهمة في الوحدة الاولى believer، ودي معناها مؤمن او مصدق، يريد سجل معاه. collection بمعنى مجموعة من، سواء ديوان شعر او مجموعة قصصية. كذلك custom بمعنى عادة. عندي disable بمعنى معار، وعندي district بمعنى حي من الاحياء، يعني جزء في مدينة مثلا بسميه حي district. وكذلك establish الفعل ده بمعنى يرسخ او يؤسس، law بمعنى قانون، وعندي pioneer بمعنى رائد، وعندي أسلوب اللي هي style. والكلمات دي كلها موجودة في نص القراءة اهو اللي بيتكلم عن يحيى حق. طيب سريعا كده بلاقي فعل اسمه attach.
اتاتش بمعنى يرفق، وبياخد من حروف الجر تو، منه اتاتشمنت الاسم بمعنى مرفق. طيب عندي كمان افريج، ودي معناها معدل او متوسط، وفي عندي اوف افريج بمتوسط كذا في الارتفاع والذكاء وما شابه، وعندي اون افريج بمعنى في المتوسط، ودي تعبيرات كلها، وعندي ان افريج اوف بمعنى ما يعادل كذا، كلها دي تعبيرات موجوده في الوحده. كذلك موجود عندي بيليف الفعل بمعنى يؤمن او يصدق، وفي منها بيليف بالاف بمعنى اعتقاد او تصديق، وعندي بيليفر شخص مؤمن بشيء ما اللي عكسها unbeliever، وكذلك believable مصدق و unbelievable. يا ريت نسجل الكلام ده لان ضروري انت تعرف المشتقات derivatives ما بين الاسم والفعل والصفه والظرف، كله ده يبقى في ذهنك. طيب عندي كمان belief دي بتاخد من حروف الجر in. طب ايه الفرق ما بين custom و habit yes و tradition المفروض معاهم؟ custom دي معناها عاده مجتمعيه تقليد معين، لكن هابت دي عاده شخصيه كالتدخين مثلا. في تراديشن ايضا بمعنى يعني الاخلاقيات العامه في المجتمع والمبادئ اللي تربى عليها الانسان، دي اسمها تراديشنز. اما كاستم تتعلق بالعادات المجتمعيه، حفلات الزفاف وتوديع الموتى ما شابه، دي اسمها كاستم. طيب اما كاستومري ده صفه على فكره معناها كده مألوف، يعني اتس كاستومري بتاخد فور واكمل الجمله بتاعتها. اما بي او جيت اكستمد تو، يا ريت نسجل دي، جيت او بي اكستمد تو معناها معتاد على، وبتاخد بعدها على فكره الفيرب مضاف له اي ان جي. اقول مثلا اي ام اكستمد تو جيتنج اب ايرلي، هي نفسها يس اي ام يس اي جيت اكستمد تو جيتنج اب ايرلي، يعني انا معناها معتاد على الاستيقاظ مبكرا. الوحده يا شباب بتحتوي على انسيست on و insist that، وما الفرق بينهم؟ insist on ده فعل بمعنى يصر على، وفي كمان فعل شبهه اسمه persist بس دي بتاخد in، ها insist بتاخد on بعدها verb مضاف له ing او noun. في insist that يا شباب بعدها جمله كامله، ها بس بيبقى فيها شد زائد المصدر، ولو اختفت شد حتى بحافظ على المصدر فقط. لكن في insistent بمعنى مصر على، بأكد تاني ان insist that في جملة بعدها فيها شد ثم infinitive. طب لو مفيش شد برضو بحافظ على مصدر الفعل، اقول مثلا he insisted that his brother stay with them، insisted that his brother stay، ما اقولش stays او stayed، لا بجيب مصدر الفعل بعد insist that. الوحدة فيها make بمعنى يجعل، بتاخد بعدها object و infinitive. على فكرة المصدر بعد make بيكون في بدون to، لكن لو جملة مبنية المجهول نركز، يلا نكتب المعلومة دي، be made بتاخد to وال infinitive. تاني شباب يبقى make في المعلومة بتاخدش to، في المجهول بتاخد to والمصدر. طب ده في تركيبة كده اسمها be made into، لا دي تركيبة معناها يتم تحويله إلى، ها يعني اقول مثلا the novel was made into a film، معناها كده تحولت الرواية إلى فيلم. أهي تاني الحديث عن make و do، بتستخدم make للحديث عن إنتاج أو خلق أو بناء، لكن do بتستخدم في المهمة والعمل والأنشطة المختلفة. فأقول مثلا the computer made a noise، بيصدر نوع من الضوضاء. أقول مثلا my uncle is making a new table، بيصنع منضدة. He's going to make a speech، بيألف خطبة. لكن do بمعنى يقوم بعمل أو مهمة أو نشاط معين، I always do my homework، نشاطه. She did well in the exam، مهمة أدت بشكل طيب في امتحان. We did a class survey today، وهكذا ده عمل أو نشاط. في كلمة fiction و non-fiction في الوحدة على فكرة، خلي بالنا منهم، يريد نسجل دي. fiction ده الخيال، اللي منها fictional خيالي، لما أقول روريتينيا مثلا is a fictional country. أما ليه non-fiction يا مستر؟ إذا كانت fiction هي الخيال، فnon-fiction يا شباب هي الحقائق، يعني non-fiction يا مستر بتسوي facts عشان ما تتوهش. fiction ده الخيال، لكن non-fiction عكس الخيال هو الواقع، يبقى fiction الخيال لكن non-fiction اللي هو الحقائق أو الواقع. طيب في سؤال كده شهير في الوحدة الأولى، السؤال ده بيقول لي what do you think
كان ميك ا جود رايتر. ايه معنى ميك هنا يا شباب تفتكروا؟ ده الجملة دي معناها يعني ماذا تعتقد يمكن ان يجعل الكاتب مميزا؟ ايه اللي يخلي شخص يبقى كاتب مميز؟ فاقول في الاجابه مثلا a lawyer can make a good writer. مين ممكن يبقى كاتب شاطر؟ المحامي، لانه عنده فكره وعنده خبرات كثيره عن الحياه ومشاكل الحياه، فالمحامي الشاطر ممكن يبقى كاتب شاطر ايضا. ده معنى السؤال what do you think can make a good writer، عشان تبقى فاهم يعني ايه make a good writer، يعني ايه اللي يخلي مين الوظيفه او ايه الوظيفه اللي ممكن تخلي كاتب يبقى مشهور. المحامي ممكن يبقى كاتب مشهور، لاعب الكرة الشاطر ممكن يبقى مدرب مشهور أو مدير فني مشهور لفريق ما. طيب معانا كمان في الوحدة، يا ريت نسجل كل اللي موجود عندي أهو وغيره. سبند مثلا، الفعل سبند يا شباب ليه معنيين، يجي بمعنى ينفق لو جاء معاه ماني وبياخد أون، وممكن بعدها فيرب أي إن جي أو ناون، وممكن سبند تاخد بعدها تايم وفيرب مضاف له أي إن جي بمعنى يقضي وقتا. طب نخلي بالنا من دي. A 12 year old child، طفل عنده 12 سنة. ليه يا مستر ما ضفتش السنة؟ مع العلم 12 دي تعتبر يعني plural جمع، يعني المفروض أقول هنا years، لا، لأن A 12 year على بعضها تعتبر adjective صفة، والصفات في اللغة الإنجليزية ما تضاف لهاش S، وبالتالي التركيبة دي على بعضها معناها طفل في الثانية عشرة من العمر، ما ضيفش S. ولاحظ إن هي موضوعة ما بين كلمتين، موضوعة ما بين تو داشز، الشرطتين زي ما انتم شايفين. كذلك a 10 day trip كان المفروض مثلا نحط اس هنا عشان 10 جمع، المفروض تبقى دايز يعني يعني العشرة دي تعتبر يعني جمع، فالمفروض اقول داي، لا a 10 day على بعضها تعتبر adjective لان معناها كده رحله مدتها 10 ايام. كمان في الوحده نتعرف على a week's time و 2 weeks time. يا مستر هنا حطيت الابوستروفي قبل اس، ده الطبيعي طبعا، الابوستروفي تسبق الاس لما يكون الكلمه اللي بعدها مفرد. طب لو الكلمه ام سوري كلمه ويك هنا مفرد، بالتالي بحط الابوستروفي قبل الاس مع تايم. طب لو اسبوعين اصبحت جمع كده تو ويكس، لا الابوستروفي تبقى بعد الاس. تاني يا مستر، يبقى الابوستروفي قبل الاس لو الفعل، لو الاسم ده مفرد، والابوستروفي بعد الاس لو الاسم ده جمع. الله على الوحده الثانيه. الوحده الثانيه بنبدا فيها كده بالبنكشويشن ماركس، عنوان هايل، عبد التواب يوسف، وحط كده كولن. احنا عارفين وظيفه الكولن، ارجعوا للفيديوهات اللي انا شارحها عن الرايتنج، مهاره الكتابه. وبعد كده بعد ما احط الكولن عشان يقول لي مين عبد التواب يوسف ده، مؤلف لقصته، لقصه ماي فادر، وبعد ماي فادر حط كوما. نخلي بالنا، والله ممكن عنوان زي كده يبقى في سؤال. ان ايجيبشن تيتشر، ان ايجيبشن تيتشر ده عنوان الوحدة، والدي معلم مصري. أهم المفردات في الوحدة الثانية يا شباب: association ودي معناها جمعية أو منظمة، cultural بمعنى ثقافي، وعندي ministry وزارة، و political science. يريد تكونوا بتسجلوا معايا علوم سياسية. الفرق يا شباب ما بين culture و cultural و cultured، culture دي الثقافة و cultural دي صفة بمعنى ثقافي، أما cultured بمعنى مثقف. الوحدة كمان فيها lectured بمعنى أعطى محاضرات، وعندي importance بمعنى أهمية، وعندي influenced بمعنى أثر فيه، لكن في influential دي صفة بمعنى مؤثر. الوحدة بتتناول الموضوع الخاص بالمضارع التام، ونستعرض سويا، يا ريت تسجل معايا الملحوظات دي، الكلام عن المضارع التام يا شباب. أولا قال لي هنا we use the present perfect to talk about past actions that affect or explain the present. معنى ايه الكلام ده؟ سجل يلا. يستخدم للحديث عن احداث في الماضي لها اثر في الحاضر او توضح هذا الاثر. كمان بيستخدم مضارع التام لحدث، تعبير عن حدث بدا في الماضي ويستمر حتى الوقت الحالي، وبعد فور بستخدم مده، وبعد سنس بستخدم نقطه في الزمن. يعني ايه الكلام ده؟ المده زي ايه؟ اصغر وحده زمنيه معانا مثلا وليكن سكندز، بعد فور بتاتي سكند، بتاتي مينتس، وبتأتي hours، وبتأتي days، وبتأتي weeks و years. كذلك a long time و a short time، و for as long as I can remember، نسجل التعبير ده مهم معانا في المنهج، for as long as I can remember، لأبعد مدة ممكنة يمكن أن أتذكرها. أما since الشباب يأتي بعدها نقطة في الزمن بيسموها starting point. يعني يا مستر الكلام ده؟ يعني مثلا أقول since I was born، جملة في الماضي البسيط، و since بعدها a noun،
since childhood مثلا منذ الطفولة، واستخدم since بعديها مثلا last week، كلمة last، last year، last month، since we met منذ أن التقينا في الماضي البسيط أيضا، كلها دي بيسموها starting point، نقطة في الزمن، لكنها ليست مدة. بيستخدم أيضا المضارع التام الشباب للحديث عن خبرات في الماضي أو أحداث دون ذكر متى وقعت، أقول we have met before، مش عارفين اتقابلنا إمتى، ولو ذكرتها هتبقى ماضي بسيط، لو قلت مثلا تقابلنا العام الماضي يبقى we met last year. كذلك يستخدم مع ever و never، أحداث يعني ever تستخدم للتعبير عن خبرة، مثلا هل سبق لك أن فعلت كذا، have you ever flown a plane، أما never بتستخدم للنافي بمعنى لم يحدث أبدا هذا الأمر، I have never been to روم مثلا. يستخدم مع أحداث وقعت منذ فترة وجيزة، ذلك مع كلمة just اللي معناها توا أو حالا، أو مع أحداث لم تقع بالأساس مع كلمة yet اللي معناها حتى الآن. والوحدة فرقت ما بين have gone و have been، وعرفنا أن have gone شباب يعني ذهب إلى مكان ولم يعد بعد، أما have been بمعنى ذهب ورجع. وتعبيرين مهمين في الوحدة التانية، تعبير اسمه since when وده معناه منذ متى، وكذلك for how long، الاثنين بيستخدموا في المضارع التام. اقول لك since when مثلا have you started learning English، وكذلك for how long have you started او have you learned English مثلا، for how long، for how long يعني لكم من المدة، او since when منذ متى، الاثنين يستخدموا في المضارع التام. سريعا معانا في الوحدة التانية take turns، تعبير بمعنى يتبادل الادوار. عندي have the honor of بمعنى ينال شرف كذا، يا ريت نسجل. have an effect on يؤثر على، انا مضطر اسرع شويه لان الفيديو طويل شويه بيغطي 4 وحدات، يعني ان شاء الله لو الفكره نجحت يعني وتم مشاهده الفيديو بعدد كبير، او حصل الفيديو على عدد كبير من المشاهدات، هكمل معاكم ان شاء الله باقي في الوحده conduct a survey بمعنى يجري استطلاع. في عندي do a project، يقدم دراسة معينة أو يقوم بدراسة معينة. عندي fatherly بمعنى بشكل ودي، وكذلك plan بمعنى خطة أو يخطط. الوحدة تحتوي على مجموعة مفردات قيمة، discipline بمعنى ينظم أو نظام، وعندي layer طبقة، وعندي responsible بمعنى مسؤول، و semi circle شبه الدائرة، serious بمعنى جاد، و strict بمعنى صارم، و silence هنا فعل بمعنى يسكت، و spoil بمعنى يفسد. الوحدة كمان فيها politician سياسي، وفيها secretaries كثيرة، وتيتشر ورايتر كاتب. والفرق ما بين انكلود يا شباب اللي بمعنى يشمل، وانكلودنج شاملا، هناك فرق طبعا، او متضمنا. لما اقول مثلا a night in this hotel costs 100 pounds including a meal، شاملا وجبة او متضمنا وجبة. الوحدة بتعرفني ازاي انطق ارقام السنوات يا شباب، نخلي بالنا الرقم ده يتنطق ازاي كرقم سنة، يتنطق هكذا 1000 كوما، نخلي بالنا الحاجات دي في الاسئله، في اسئله الرايت تمشي، لكن ممكن اقول كمان 1000 واحط كوما 900 1900 and 76. شايفين 76 اتكتبت ازاي؟ 70 وبعد كده داش وبعديها 6. كمان الوحده فيها ملحوظه مهمه خاصه بما بعد 2000، 2021 مثلا اسمها 2000 and 21. لاحظ اني 21 موضوعه بينهم داش. كيب فيت شباب بمعنى يحافظ على لياقته، وجيف هيديك من التعبيرات الهامه جدا بمعنى يسبب الصداع. طيب هنا في مجموعه من المفردات اللي ممكن تستخدم كافعال واسماء في ان واحد، يعني ستيب هنا تنفع يخطو او خطوه، وتشات يدردش او دردشه، ديزاين يصمم او تصميم، ديسبلين مثلا ينظم او تنظيم، وانر يكرم او تكريم، وانفلونس يؤثر او تاثير، وليكتشر بمعنى محاضره او يلقي محاضره، وسايلنس بمعنى سكوت او صمت او يسكت ايضا. عندي فيس وجه او يواجه، وديماند بمعنى يطلب او طلب، وعندي بلان يخطط او خطه، وعندي ايك بمعنى يؤلم او الم، وبريك بمعنى يكسر او كسر. في كمان في الوحده يا ريت نسجل المعلومات دي هتفيدنا، بي كونسيرند وذ بمعنى مهتم بيه، جرو اب ريدنج يشب على قراءه كذا، take part in يشارك فيه، عندي break the silence يكسر حاجز الصمت، strict اللي معناها حازم اللي عكسها lenient متساهل، و lecture ممكن تاخد on او about، translate الشباب بتاخد into يترجم الى، aged نخلي بالنا المفردة دي ده فعل اصلا بمعنى وقد ناهز
أو مات عن عمر كذا مثلا. أقول my grandfather died aged 90 years، مات وقد ناهز 90 من العمر. الفرق أولاد ما بين abroad وabroad وbroad. abroad الأولى بمعنى بالخارج، abroad على متن السفينة أو الطائرة، وبرود هنا بمعنى واسع. نخلي بالنا من المتشابهات دي. quantity وquality وqualification. quantity كمية، أما quality الجودة والنوعية، وqualification بمعنى مؤهل. look forward to يا شباب بعدها الفيرب مضاف له يجيب معنى يتطلع إلى. الفرق يا أولاد ما بين reward وaward وaward، هناك ثلاث كلمات شبه. reward الأولى بمعنى مكافأة، غالبا بتكون مكافأة مالية. أما award بمعنى يمنح، جائزة مثلا. أقول أحمد زويل عليه رحمة الله كده، أحمد زويل was awarded the Nobel Prize yes in chemistry، منح أحمد زويل جائزة نوبل في الكيمياء. أما award بمعنى عنبر أو جناح في مستشفى. sensible و sensitive يا شباب، sensible بمعنى عاقل أو حكيم، دي صفة حسنة. أما sensitive بمعنى حساس، سريع الغضب مثلا أو غيره. unit 3 اللي هي كانت في النسخة القديمة يونت 4 اللي عنوانها Women in History، نساء في التاريخ. سريعا كده نستعرض أهم المفردات اللي فيها Impressed و Impressive يا شباب. Impressive بمعنى مؤثر، يعني يملك هذا التأثير. أما Impressed متأثر، وقع عليه فعل الفاعل، تعمل عمل المفعول. التصريف الثالث يعمل عمل الصفة، الصفتين دول على فكرة. طيب Appreciate ده فعل بمعنى يقدر، لكن منها Appreciation التقدير، وعندي Appreciative بمعنى مقدر لشخص ما، وابريشيتفلي بمعنى بامتنان او بتقدير. عندي have a good education يا شباب، have a good education. ونخلي بالنا education يا مستر دي مش uncountable، ازاي تاخد اجب ليها؟ هو في بعض الكلمات اللي هي uncountable زي education كده، هي كلمه لا تعد ومع ذلك تاخد اذا سبقت بصفه. ف have a good education معناها يعني receive a good education، وبتساوي get كمان a good education، وفي get ايضا تأتي بمعنى buy، وفي get بمعنى travel، وفي get to بمعنى go او arrive يذهب الى مكان، وفي get بمعنى become بمعنى يصبح. عندي في الوحدة الفرق ما بين solo عزف منفرد، وكذلك عندي soloist بمعنى عازف منفرد، دي تعتبر noun. الوحدة بتحتوي على appreciate قلنا بمعنى يقدر، و argue for يدافع عن، و government حكومة، award بمعنى يمنح، وعندي positive إيجابي، و respected بمعنى مقر محترم، و role دور. وعلى ذكر respected بلاقي ثلاث كلمات مهمة جدا وفي اختلاف كبير بينهم في المعنى. ان respected بمعنى محترم لأعماله، هو فعلا شهير وعنده أعمال حلوة خاص الناس بتحترمه ليها فبسميه respected، تتعلق بالوظائف غالبا. أما respectable فدي تتعلق بالمظهر والسلوك. respectable تتعلق مظهر والسلوك. أما respectful نخلي بالنا ونشكلها، دي معناها محترم لغيره. respectful محترم لغيره، يعني we are all respectful for our teachers، كلنا محترمين لمعلمين، وبالتالي respectful محترم. أما respectable ما يعني محترم أو وقور ما يخص المظهر والسلوك. respected بمعنى محترم لأعماله. العكس بتاع respectful هو disrespectful، بتساوي rude بمعنى وقح. الوحدة مليانة كمان، يعني لو أنت حسيت بملل أو غيره ممكن توقف الفيديو وتواصل إن شاء الله. أنا بحاول قدر الإمكان أغطي كل ما هو موجود في الوحدات وإيه اللي ممكن يتسجل في الكتاب، وأتمنى يكون هذا الفيديو مفيد لكم إن شاء الله ويعود عليكم بالنفع. معانا في الوحدة ضمائر الوصل اللي هم relative pronouns، طبعا موضوع يطول شرحه لكن أنا سريعا أغطي الأجزاء، النقاط الشاذة. عندي who that which that whose بفكركم بيهم، لكن ما يهمني فعلا خمس حالات حذف لضمير الوصل أنا مسجلهم أهم. حالات الحذف لما يكون ضمير الوصل عائد على مفعول مثلا، ممكن أحذف ضمير الوصل. I met the man whom you told me about yesterday، أنا قابلت الشخص
اللي انت كلمتني عنه امبارح، ممكن اشيلهم خالص واقول I met the man you told me about. ده اول حالة حذف، يمكن حذف ضمير الوصل او حال محل مفعول. يمكن حذف ضمير الوصل يا شباب في المبني للمجهول، يعني بقول مثلا our school which was built in 1985 locks in you. لا، ده انا ممكن اقول our school built، احطها بين two commas كده فاصلتين، in 1985، مدرستنا اللي اتبنت في 2000 في 1985 تبدو جديده. اذا في المبني المجهول يمكن حذف ضمير الوصل لما يبقى في حرف جر يا اولاد. لما اقول مثلا the book which is on the second shelf is mine، الكتاب اللي في الرف الثاني ده كتابي. which is on، لا انا ممكن اقول على طول the book on the second shelf، وبلاش خالص which is، هشيل which ومعاها verb to be. سريعا كده ممكن احذف ضمير الوصل لو بعديه فعل مبني المعلوم واضيف الفعل ing. اقول مثلا she lives in a flat overlooking the Nile. اصلا كانت which is overlooking او which overlooks the Nile. ممكن اشيل ضمير الوصل واضيف ing. حاله الحذف الخامسه لما يبقى في عندي صفه واسم adjective and a noun. اقول مثلا نجيب محفوظ who is a famous writer got the Nobel Prize. ممكن اقول نجيب محفوظ comma a famous writer comma got the Nobel Prize. ودي خمس حالات حذف نخلي بالنا منهم ونسجلهم بهذا الشكل، عناوين كده سريعه مع امثله لو انت عايز. من ضمن حالات الشاذ عندي في الوحده استخدام which يا شباب، التي قد تشير الى جمله باكملها، غالبا تسبق بكما، لازم تسبق بكما عشان تشير الى جمله باكملها. اقول مثلا one of the boys laughed loudly comma which annoyed the teacher. هذا الامر ضايق الاستاذ كثيرا، يبقى which هنا تسبق بكما ومعناها انها تشير الى جمله باكملها. بيقول لي استخدم ذات وليس ويتش مع هذه المفردات. لما تلاقي في الجملة all و any، وما تلاقي one و some و every و only ومع many و much و few و no، خد ذات، ما تاخدش اي رابط اخر. تبقى هنا هتاخد مين؟ هتاخد ذات بديلة خد ويتش او هم مع هذه الكلمات. لو لقيت في الجملة of هتاخد which او هم، ما تاخدش that. طيب عندي هنا التعبير make a mistake بمعنى يرتكب خطأ، لكن عندي do wrong. الله مع mistake خدنا make ومع wrong اخدنا do، خلي بالنا. طيب في نوعين بيقول لي هنا من جمل الوصل، الجمل الموصولة دي، في نوع بيدي معلومات اساسية لا يمكن الاستغناء عنها، هنا ضروري استخدم هو او ذات او which او ذات، لكن لما تبقى المعلومه زائده يمكن الاستغناء عنها ما ينفعش استخدم ذات. طب هلخص الموضوع ده بايه؟ ان لا تستخدم ذات بين فاصلتين، ذات يا اولاد لا تستخدم بين فاصلتين، انما تستخدم which او هو بين الفاصلتين. طب نخلي بالنا من التعبير ده، تعبير will او better او best known، والثلاثه معناهم كده معروف جيدا، بتاخد ثلاث حروف جر التعبير ده will او better، يعني well known و better known و best known، بتاخد يا اما for ودي معناها معروف بي، او تاخد as معروف ك، وفي عندي known to معروف لدى، نخلي بالنا. طيب ايه معنى what؟ ضمير وصل معناه الشيء الذي، بيساوي the thing that. what معناها the thing that، وغالبا ياتي قبلها فعل وليس اسم. قبلها فعل وليس اسم. Right؟ يعني أقول مثلا we admired what he said، نحن أعجبنا ما قاله. what هنا بمعنى the thing that، وبتسبق بفعل دائما. طب ده في تعبيرات كده مختلفة في الوحدة which is where و to where و from. الله، هي where ممكن تسبق بحروف جر؟ أيوة، إذا كانت تشير إلى المكان. يعني هنا مثلا from where the bus has broken down، من المكان اللي تعطل في الاتوبيس. اذا يجوز استخدام حروف جر مع وير لهذا المعنى، يديني معنى المكان which is where. جمله شهيره كده بتقول I met him in Alexandria which is where he was born. انا وصفت هنا اسكندريه باستخدام which، واستخدمت وير للدلاله على المكان اللي هو اتولد فيه، وبالتالي التعبير ده جائز ان انا استخدم which is where مع بعضهم بهذا الشكل. أهم المفردات معانا كان في الوحدة كارير بمعنى حياة وظيفية،
كان عندي تشارج اوف، يعني يكون مسؤول عن، بي ان تشارج اوف مسؤول عن، عندي دايركتور بمعنى مدير، وامبريسيف بمعنى مؤثر، لايسنس رخصه، وعندي نيرسينج التمريض، سولو بمعنى منفرد، وسوتابل بمعنى مناسب. مجموعه من الكلمات اولاد، يعني نفرق بين الفعل والاسم فيها، ادفايز ينصح لكن ادفايس نصيحه، وفي ديفايس بمعنى يبتكر لكن ديفايس بمعنى جهاز، لايسنس بالاس بمعنى يمنح رخصه، ولايسنس بالسي بمعنى رخصه. براكتس اولاد يتدرب او يمارس، وبراكتس بالسي طبعا ممارسه. هيلب وهوب ويش وستاي وفيزيت وباي وامبورت واكسبورت ولايكس وديسلايكس. نخلي بالنا مع هذه الافعال لما تستخدم مع هوز، لاني مع هوز اولاد، هوز طبعا اللي معناها الذي او التي للملكيه، اللي زيارته او اقامته انتهت، يبقى هوز ستاي فينيشت. ستاي هنا قد يتخيل الواحد فيكم ان دي فعل، لا، ستاي هنا بمعنى اقامه ناون، وبالتالي في كلمات تستخدم كافعال واسماء في ان واحد نخلي بالنا منها، لما بتيجي مع هوز بتبقى اسماء بالضروره وليست افعال. نستكمل الوحده فيها Arab culture، نخلي بالنا بستخدم Arab مع culture، بستخدم Arabic language اللغة العربية، بستخدم Arabic مع literature العرب the Arabs، نخلي بالنا بستخدم Arabian مع countries و Arabian مع horses الحصان العربي والدول العربية. Arabian وليست Arabic، يبقى Arabic مع language و Arab مع culture و Arabic أيضا مع literature the Arabs و Arabian countries و Arabian horses. الفرق يا اولاد ما بين، يا ريت كله يتسجل على الهوامش عندك، on his own و of his own. on your own بمعنى بمفردك، و of your own بمعنى حاجه ملكك. يعني ندي امثله كده، لما اقول she lives on her own يعني هي عايشه لوحدها، لكن she has a car of her own معناها ان السياره دي ملكها. في كلمات في اللغه الانجليزيه تعتبر منفيه، هذه الكلمات لما بتيجي في اوائل الجمل بيكون بعدها الجملة صيغة استفهامية. never، scarcely، never معناها أبدا، و scarcely معناها نادرا، rarely نادرا أيضا، و seldom. no longer لم يعد، و not until، وعندي neither و no sooner و hardly و little. دي كلها كلمات منفية، إذا بدأت بها الجملة ضروري تبقى في صيغة سؤال، يعني بقدم الفعل على الفعل. نيرسينج يا شباب معناها مهنة التمريض، لكن في نيرسري الحضانة أو الحضانة، وتيجي أيضا معنى مشتل، سجلها. بي أ سكسس وبي سكسسفول، الاثنين على فكرة بيساووا بعض، بس أ سكسس تعتبر ناون. يعني لما أقول مثلا هيز ورك إز أ سكسس معناها إز سكسسفول، عمله ناجح، يبقى إز أ سكسس هي نفسها إز سكسسفول. عندي born in و born on، لكن في حاجة غريبة كده اسمها born into. امتى بستخدم التعبير ده يا شباب؟ بستخدمه لما اذكر نوع الاسرة، اذا كانت اسرة غنية او فقيرة اقول he was born into a good family او a rich family او a poor family. by air يا شباب يعني جوا، و by land برا، و by sea بحرا. in detail معناها بالتفصيل، لكن details التفاصيل. argue for يدافع عن، argue against يعارض، وعندي argue over يتجادل بشأن، detailed بمعنى مفصل. طيب interestingly و undoubtedly و unfortunately دي كلها ظروف ممكن أبدأ بها في بداية الجملة. بننتقل لإيميلي ديكنسون و if I can stop. الفعل ache يؤلم، و aching بمعنى محزن، و achy بمعنى مؤلم أيضا تعتبر صفة adjective. تشالنج يا اولاد تحدي، وفي تشالنج يتحدى، لكن في تشالنجينج يمثل تحدي يعتبر صفه. في عندي بريك، بريك ذا رولز يخالف القواعد، وعندي بريك ماي هارت معنى يحزن، وعندي بريك ذا لو خلف قانون، بريك ذا رولز برضه، بريك ا بروميس يخلف الوعد، وفي عندي هاف ا بريك بمعنى ياخذ فسحه. في فعل اسمه بارافريز وسمرايز، ما الفرق بينهم؟ بارافريز معنى يفسر بايجاز، لكن سمرايز معنى يلخص. عندي رايم بمعنى قافية، لكن ريذم بمعنى الإيقاع والموسيقى. هناك اختلاف كلمات، ونهاية الكلمات دي رايم قافية، لكن ريذم الإيقاع اللي بين الحروف بتاعة الكلمات معنى يسهل. تايتل تي بمعنى عنوان كتاب، وعندي تايتل أيضا بمعنى لقب شخص، ولقب في بطولة، وتيجي بمعنى
وظيفة أو مسمى وظيفي أيضا، أدرس بمعنى عنوان سكن، وموقع إلكتروني برضو اسمه أدرس، والفعل أدرس بمعنى يخاطب، وأدرسي هو الشخص المخاطب. انستيد وانستيد أوف يا شباب، انستيد بس ممكن تيجي آخر الجملة معناها بدلا من ذلك، لكن انستيد أوف بدلا منه بعدها فيرب مضاف له اي ان جي، او ماري بمعنى يتزوج، ما تاخدش مفعول، لكن في جيت ماري تو بتاخد مفعول بعديها يتزوج من، وفي ماري سام وان تو بمعنى يزوج شخص لفلانه مثلا، بي ماريد ويز متزوج ولديه من الاولاد كذا. اسليب يا شباب معنى نائم، سليبنج هي از سليبنج بمعنى نائم ايضا مع اختلاف الصيغه. اشور يا شباب يعني الى الشاطئ، بتساوي تو ذا شور. اهيد معناها ان فرونت اوف يعني الايف يا شباب، ليف يعيش لكن الايف على قيد الحياه. اسليب ينام ونائم، ويك واويك. نخلي بالنا دي مجموعه صفات بتبدا بحرف الاي ولا يستخدم بعدها الاسم طبعا، لا تستخدم هذه الصفات قبل الاسم. طيب عندي هيد واهيد في اسم وممكن يتحول الى ظرف باستخدام وعندي لونج والونج زي برضو بامتداد او على طول، وكذلك شور واشور، اسم بيتحول الى ظرف. في الوحدة الرابعة الحديث عن الديستريبيوتيفز، وده انا شرحه بالتفصيل من خلال جدول، حضراتكم يا ريت تعملوه معايا سريع عند الوقت كده، وفي تفاصيل في غاية الأهمية. الجدول ده من 3 خانات هيفيدكم تماما إن شاء الله. الخانة الأولى بكتب فيها اسم المحدد ده، اللي هم عندي both, both of, both and, all و all of, each و each of, و every و either و either of, و neither و neither of، وعندي either or ونيذر نور وهاف وهاف اوف ونون. يا ريت نسجلهم كده بالتفصيل، الجدول هيفيدك خالص وهيلخص لك الوحده الجرامر بتاع الوحده الرابعه في عجاله. الخانه الثانيه بسجل فيها كده ما ياتي بعده من اسماء ومحددات. يا ترى الكلمه دي بتاخد اسم مفرد بعدها ولا اسم جمع؟ بتاخد ذا ولا بتاخد ولا بتاخد ان ولا بتاخد ذم ولا بتاخد اس ولا بتاخد يو؟ ده معنى مجموعه المحددات المعروفة لمواصفات الملكية وضمائر الملكية وأسماء الإشارة وأدوات النكرة والمعرفة. الخانة الأهم هي شكل الفعل بعد هذه المحددات. يا ترى الفعل هيكون في شكل مفرد ولا في شكل جمع ولا الاثنين؟ طيب نبدأ كده بوث. بوث اللي معناها أولاد، كلا من، تمام، ضروري هيبقى بعدها اسم جمع طبعا، لكن ممكن كمان يبقى اسم مفرد واند واسم مفرد اخر، بوث احمد اند علي، مفيش مشكله. لكن كمان ممكن يجي بعديها محدد زي بوث ذيز، بوث ذوس، ها؟ خلاص ده اسمه ديترمينر، محدد قبل الاسم، مفيش مشكله. لكن دايما الفعل بعد بوث يا شباب بيكون في صيغه الجمع، دي اول صيغه. يلا نكتبها كده نسجلها في جدول. عندي بوث اوف، بوث اوف غالبا ياتي بعديها محدد ديترمينر زي اس ويو وذم اللي هم ضمائر مفعول في حالة الجمع أو اسم جمع. Both of these pictures دايما الفعل هيبقى معاها جمع. طيب عندي both and، both أحمد and هاني، ضروري الفعل هيبقى بعديهم في صيغة الجمع. قول يا شباب، قول إما والفعل بعدها هيكون إما مفرد أو جمع على حسب، إزاي يعني؟ لو بتكلم عن all the information، كل المعلومات، على طول تبقى إذ، لأن information uncountable. طيب all my friends، كل أصدقائي، هتبقى are، وبالتالي الفعل بعد all حسب الاسم الموجود بعدها هيكون في صيغة الجمع أو في صيغة الإفراد. all of بيجي بعدها محدد determiner زي ضمائر مفعول الجمع اللي هم them و us و you. أو these أو those أسماء الإشارة ثم اسم جمع، لكن الفعل بعدها جمع. والله الكلام ده يعني هيخليك تفتكر الوحدة بالتفصيل، وأي سؤال هيجي لك من المحددات بتاعة الوحدة الرابعة الجدول ده هيفيدك تماما. each اللي بعدها
اسم مفرد وهي تشير إلى اثنين فأكثر، الفعل دايما بعدها مفرد، دايما بعد each بيكون مفرد عدا الحالات اللي هناخدها دلوقتي. each of هيجي بعدها محدد زي them و us و you اللي هم ضمائر المفعول، أو ممكن each of these أو those أسماء الإشارة المعروفين ثم اسم جمع، لكن بيكون بعدها الفعل مفرد أو جمع يعني على حسب. every every بعدها الاسم مفرد ومفيش أي فاصل، يعني every person everyone والفعل بعدها دايما مفرد. either بعدها الاسم مفرد والفعل مفرد. either of بعدها المحدد جمع، either of them و either of you و either was أو اسم جمع ثم الفعل مفرد أو جمع، لكن حسب المنهج بتاعنا غالبا الفعل بعد either of هيكون مفرد. طبعا عندي neither بعدها اسم مفرد وفعل مفرد، خلاص ده اللي أنا عايزه من القاعدة، مش عايز أكتر من كده. neither of بعدها ضمائر المفعول معروفة them و us و you أو اسم جمع ثم الفعل غالبا هيكون مفرد حسب المنهج بتاعنا، وإن كان ممكن يبقى جمع أحيانا. either of بعدها اسم مفرد أو جمع، either or I'm sorry، والفعل بعدها يتبع الفعل الثاني. ادينا مثال يا مستر، أقول either my uncle or my aunt، هتبقى live ولا lives؟ إن كايرو هتبقى live، يبقى الفعل بعد either or يتبع الفعل الثاني من حيث الإفراد والجمع. كذلك neither nor مفرد أو جمع، لكن الفعل يتبع الفعل الثاني. طب have، have ممكن يأتي بعديها اسم لا يعد أو اسم جمع والفعل على حسب بقى، حسب الفعل. الفعل ده لو الاسم ده لا يعد يبقى بالضرورة هياخد فعل في صيغة الإفراد، لو جمع هياخد فعل في حالة الجمع. have of يا شباب ضروري يأتي بعديها محدد زي them و us و you، ها؟ أو اسم جمع أو اسم مفرد. على فكرة ممكن أقول half of the loaf، نصف الرغيف، وكذلك نصف أصدقائي، يبقى half of my friends ممكن يبقى اسم مفرد، الفعل بعدها مفرد أو جمع حسب الاسم. يعني half of my friends هتبقى are، و half of the loaf is. طب إيه none دي؟ none of غالبا هيأتي بعديها ضمائر المعروف، المعروفة ضمائر المفعول معروفة them و us و you، وغالبا بتأتي مع أكثر من اثنين والفعل بعدها بيكون في صيغة الإفراد. مجموعة ملحوظات كده أنا كاتبهم على هوامش الصفحة. each of my parents هتبقى is، لكن نخلي بالنا دي بتساوي تماما my parents each، هتبقى are، هذه حالة مهمة. each of my parents هتبقى is، لأن بعد each دايما بقول الفعل مفرد، لكن أحيانا each مكانها يتغير يأتي بعد الاسم مش قبل الاسم. my parents each كل واحد من أبائي أو والدي هتبقى are، هتبقى للاثنين هنا my parents each. إذا تغير مكان each وجي بعد الاسم بتاخد فعل في صيغة الجمع، وإذا جات each في أول جملة دايما بتاخد الفعل في صيغة الإفراد. طيب بخصوص have، all و have ما تستخدمش أبدا مع اثنين سواء أشخاص أو أشياء، ما تنفعش. all و have لا تشير إلى اثنين أبدا، ها؟ all و have ما ينفعش تشير إلى اثنين. كذلك everyone بتأتي مفصولة بهذا الشكل، every one of the students. الحالة الوحيدة اللي every بتاخد فيها حرف of لو في one معاها مفصولة بهذا الشكل. half a kilo صحيحة و a half kilo صحيحة، لكن half of a kilo لا، دي صيغة خطأ. الصواب يا إما half a kilo بمعنى نصف كيلو أو a half kilo، لكن half of a kilo دي صيغة غير صحيحة بالمرة. طب كمان them all بتساوي all of them، وكذلك us all بتساوي all of us. كمان كلمة all تأتي مع day week و month بمعنى طوال، يعني الأسبوع وطوال اليوم وهكذا. we both ممكن أجيب بعدها فعل وأقول we both are students مثلا. طيب نخلي بالنا من ملحوظة أخرى، لما يبقى في توزيع كراسات أو أكل أو غيره بستخدم each غالبا بدل every طالما في الفعل يعني distribute بمعنى يوزع. كذلك مع practically و almost و nearly بستخدم every ما استخدمش each، وبستخدم every أيضا مع النفي. طب I haven't read either of the books بتساوي مين؟ بتساوي I have read neither of the books. تاني يا مستر الحتة دي، لو جملة منفية قال لي غالبا بستخدم either، ولو جملة مثبتة غالبا بستخدم neither.
يعني I haven't read either of the books. أنا ما قريتش أي من الكتابين. وهي نفسها I have read neither of the books. لم أقرأ أي منهم. تمام؟ يبقى استخدم either مع جملة منفية واستخدم neither مع جملة مثبتة. في جملة أنا أكتبها على الجنب كده. بيقول لي she doesn't speak Spanish. هي لا تتحدث Spanish. هي لا تتحدث الإسبانية ولا أنا. يبقى neither do I. أو ممكن I don't either. نفس المعنى. ولا أنا كذلك. ده الجدول اللي يريد حضراتكم، ده هيسعفكم تماما لو جات جملة في موضوع ده. أكيد طبعا هتيجي جملة في distributives. كلام مهم هنا، ما يأتي بعده محددات. مين اللي بياخد بعديه محددات اللي هم أدوات النكرة والمعرفة وصفات وضمائر الملكية وأسماء الإشارة؟ مين اللي تلاقي بعديه آ وآن وذا و his و her و their و mine و ours و theirs وكذلك this و this و that و those؟ هذه التعبيرات. لما تلاقي all و all of و both و both of و neither و neither of و each of و either of، دول ممكن تاخد بعديهم محدد من اللي أنا ذكرته ده، أدوات النكرة والمعرفة وأسماء الإشارة و you. يعني all these، all of them، both these pictures، both of those houses، وهكذا. ده ينفع بعديه المحددات اللي هي determiners، أدوات النكرة والمعرفة وصفات وضمائر الملكية. كمان عندي ملحوظة، أنا عامل كده ستيكر أهو للصفحة، إن each و both و all التلاتة يأتي قبلهم ضمير فاعل أو مفعول. إيه الكلام ده؟ يعني we each get up early. we هنا ضمير فاعل سبق each، مش مشكلة. الثلاثة دول each و both و all ممكن يجي بعديهم قبليهم ضمير فاعل أو مفعول. I like them both. both سبقت بضمير مفعول them. we all love English. سبقت all بضمير فاعل we. الجزء الأهم، ودي نهاية الفيديو آخر حاجة معانا، في الجزء الخاص بالجرامر ريفيو، مراجعة القواعد بتاعة الوحدات، بتلاقي كده جزئية. طبعا الكلام ده يعني شبه مكرر طبعا عن الماضي البسيط والماضي التام والماضي المستمر في الوحدة الأولى. بتلاقي نوت كده ملحوظة، هو هنا الملحوظة بيقول لي use during not while before a noun. بيقول لي استخدم during وليس while قبل الاسم. ما ينفعش استخدم الاسم قبله while أبدا، بستخدم during. يعني during the party خطأ أقول while the party. طيب في نوت تاني هنا في الجرامر ريفيو في آخر الكتاب صفحة 121، بيقول لي use the past symbol with a time or date. يبقى في عندي تاريخ مذكور او وقت معين، استخدم الماضي البسيط. I have been to England and I went there in 2017. هو لما ذكر هنا تاريخ السنة استخدم الماضي البسيط، ولما استخدم الماضي المضارع التام ما استخدمش كلمات دالة. I have been to England مش مذكور امتى انا رحت انجلترا، ولو ذكرت امتى يبقى لازم استخدم الماضي البسيط. مع تواريخ السنوات استخدم past simple الماضي البسيط. اخر حاجه معانا هنا ملحوظه خاصه بضمائر الوصل، don't use that، اشرت اليها قبل ذلك، as a relative pronoun in type 2 اللي هو relative clause. الجمل الزائده لما يبقى في جمله زائده ما ينفعش استخدم that، وذكرت دي في ملحوظه سابقه ان لا تستخدم that بين فاصلتين. ودي كانت نهايه الفيديو الاول بخصوص تجهيز كتاب المدرسة للامتحان إن شاء الله. ألقاكم على خير في الفيديو القادم إذا حقق هذا الفيديو عدد كبير من المشاهدات. سأستمر إن شاء الله في تجهيز باقي الفيديوهات الخاصة بمحتوى الكتاب المدرسي حتى ألقاكم على خير إن شاء الله. لكم مني أطيب المنى ورق التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.